الملتقى الولائي للمجلس الأعلى للشباب تحت شعار الشباب باب للتنمية. في إطار إعداد رؤية المجلس الأعلى للشباب انطلقت صباح اليوم الأربعاء 18 جونفي 2023 فعالية المجموعة الشبابية المركزة يورت فوكس جروب في طبعتها الأولى تحت شعار الشباب والتنمية على مستوى مركز الدراسات الأندلسية ببلدية منصورة، وهذا تحت إشراف سيد مدير شباب والرياضة لولاية تلمسان نيابة عن السيد الوالي رفقة السيد مدير ديوان المؤسسات الشباب للولاية وبحضور كل من السادة المدراء المعنيين والسيد رئيس دائرة إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى للشباب لولاية تلمسان، وبمشاركة شباب الولاية من مختلف الشرائح أسرة الإعلام وممثلي الحركات الجمعوية. وبهذه المناسبة رحب سيد مدير شباب الرياضة نيابة عن سيد والي بالمشاركين، حيث أكد على أهمية هذا الملتقى الذي يعتبر نقطة انطلاق للشباب للاندماج في الديناميكية الجديدة التي تعرفها الولاية والتي تندرج في تسييد سياسة الدولة في شتى المجالات والمهام التي يتسم بها هذا الصرح المؤسسات الجديد. كما تم عقد 5 ورشات من تأطير شباب ذو كفاءة تمثلت في ورشة حول مؤسسة التكوين المهني ودورها في دفع الشباب نحو المقاولة، والتي ضمنت فئة متربسي التكوين المهني وأصحاب المؤسسات الناشئة المصغرة والمتوسطة وأخرى حول واقع سياسة التشغيل في الجزائر وكيفية محاربة البطالة، والتي ضمت فئة العمال في القطاعين الخاص والعام. كما ركزت الورشة الثالثة التي ضمت عمال الشباب والرياضة على المنظومة الرياضية الجزائرية. طموحات وتحديات أمام الورشة الرابعة، فقد سلطت الضوء على سياسة التعليم العالي واقع وتحديات، والتي ضمت فئة الطلبة الجامعيين، وآخر ورشة خصصت لفئة المجتمع المدني والتي أبرزت دور الشباب في تحسين أداء المجتمع المدني. الصلاحيات رئيس المجلس الأعلى للشباب.
صلاحية على تسجيل المهام حسن في القيمة تاع الممثل البلدية تكون بقيمة عضو في الولاية أو عضو في البلدية، مش لما يجي يحاول أو يتكلم تكون عنده الوزع.